بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. تحت عنوان كيف نبني العراق، إن شاء الله اليوم راح نتكلم حول كيفية تحسين المحاصيل الزراعية، يعني القطاع الزراعي في العراق. هناك عدة خطوات إذا الحكومة اتبعتها إن شاء الله راح يكون لها تأثير كلش كبير في الزراعة. مثلا تحسين البنية التحتية الزراعية، وهذا يتطلب مثلا إنشاء الطرق والجسور في المناطق الريفية وتوفير المياه للمحاصيل الزراعية، المياه النقية للمحاصيل الزراعية للري، خاصة استخدام الري الحديث والمستدام يعني. فهذه الأشياء إذا الحكومة وفرتها راح النقطة الأولى اللي هي راح تكون تطوير الزراعة في العراق. النقطة الثانية هو شلون نستخدم التكنولوجيا الزراعية. التكنولوجيا الزراعية مثل يعني الحاسب الآلي، الروبوت اللي يتمكن من استشعار عن بعد، وهذه الأشياء لو استخدمناها راح تؤدي لزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتوج. ثالثا تطوير البذور والمحاصيل المناسبة، يعني البذور اللي تصلح للظروف المناخية والبيئة في العراق نستخدمها، واللي ما تصلح ما نستخدمها. فإذا استخدمنا وحسننا نوعية البذور وتكييف المحاصيل مع الظروف، نكون قد ساعدنا على تحسين القطاع الزراعي في العراق. بعدها يعني راح تكون الخطوة اللي وراها تدريب المزارعين على وزيادة المعرفة الزراعية، يعني الفلاحين نقوم بتدخيلهم بدورات برامج تدريبية مستمرة للمزارعين، وهذا تؤدي إلى تحسين مهاراتهم في التقنيات الزراعية الحديثة وكذلك في إدارة الحقول والمزارع بشكل فعال. الخطوة وراها أو النقطة اللي وراها اللي هي الحفاظ على الموارد الطبيعية وكذلك الموارد البيئية. شلون احنا لازم نتبع ممارسات زراعية مستدامة للحفاظ على التنوع البيولوجي، كذلك تربية الماشية وإدارة الرعي بطرق تحافظ على الأراضي الزراعية. وهاي طبعا طريقة يعرفونها الناس المختصين بالزراعة، هي أن تحافظ على الأرض الزراعية. حتى قبل أن الفلاحين القدامى يقولون نخلي القاع مو كل سنة نزرعها، وإنما تخليها تحول ونزرعها مرة ثانية، فيكون بها يعني إنتاج أكثر. مو شرط تكون هاي الطريقة، وإنما أكو طرق حديثة، ولكن المحافظة على الممارسات زراعية مستدامة للحفاظ على التنوع البيولوجي. النقطة اللي وراها تعزيز التسويق والتصدير للمنتجات الزراعية، وهاي كلش نقطة مهمة. يعني لابد وأن نعزز قدرة المزارعين على التسويق لمنتجاتهم وتعزيز القدرة التصديرية للأسواق حتى العالمية منها أو دول الجوار، لأن يعني المزارع إذا يعني حصد الإنتاج فلازم أن يصدره، أو لازم ما يتلف قسم منه، فإذا صدره راح يستفاد، وإذا ما قدر يصدره فتكون خسارة. فلازم الدولة يعني تجتهد على ضمان التسويق لمنتجاتهم. والنقطة التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية، أن العراق لابد أن يتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لنقل الثقافة أو لنقل الخبرة من المنظمات الدولية لتقديم المساعدة التقنية والمالية لتحقيق التطور. يعني قد تكون مساعدات تقنية، نقل التجربة، أو مساعدات مالية كالقروض. فهذه الخطوات إن شاء الله لو اتبعناها بالعراق راح يتحسن الإنتاج الزراعي، ويكون الإنتاج اللي هو اكتفاء ذاتي، ويقل الاستيراد من دول الجوار، والعراق يكون في ألف خير.